أحمد سي ناس الشعبية، ناس الشعبية أكد لي عليها. أهلا بكم في واش خباركم. يعاني سكان الدراملة ببلدية سيدي عبد الرحمن بولاية تشلف من عدة مشاكل تنموية، منها الطريق مدقدقة، الإنارة مظلمة، والمرافق الضرورية تحلم بها، كما صرحوا في ميكروفون الزميل الحاج أحمد. وراء الحضر والله ماني عارف يا وسط متطلبات الحياة الصغيرة جدا ما كاش ملي زدنا، وانا نعرفوا بلي يا ودي درام رقبات حالها على حال. وطابي راك تشوف راه قال لك كي نخدموا هذاك اللي نخدموا نديروا طافي. كما ان جزء من سكان الدرامله يجددون طلبهم المرفوع منذ سنوات طويله بتركيب الكونتورات لمنازلهم، وصنع الغاز لا زالت تتفرج على المطلب. احنا راح عندنا كاين 20 ساكن بالجهه الجنوبيه تقريبا الدرامله، انا واحد منهم. كاينين دايرين خادمين الغاز لاسينيسمو والماء والكليراج، الكليراج مديور والبوطو باش ندخلوا الكونتور ما كاش. هذا ويطالب شباب واطفال قريه الدرامله السلطات المحليه بتوفير سيكس يحميهم من خطر اللعب في الطريق الوطني. الاولاد قولوا لنا شخصكم. خصنا خاص. شخصكم خاص.